السماح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى لاستهداف العمق الروسي لا يزال مطلبا أوكرانيا عصيا على التنفيذ، لم توافق عليه بريطانيا أو الولايات المتحدة رغم التسريبات المنتشرة منذ أيام والتي تفيد بأن كييف ستحصل على الضوء الأخضر قريبا، لكن وزراء دفاع بريطانيين سابقين يحذرون من أن أي تأخير إضافي سيشجع بوتين. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أجرى يوم الجمعة محادثات في واشنطن مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن لم تسفر تلك المحادثات عن الخبر السعيد الذي ينتظره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. مسؤولون عسكريون سابقون في بريطانيا حثوا ستارمر على السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة حتى وإن لم تدعم الولايات المتحدة هذا القرار. المناشدة جاءت من 5 وزراء دفاع سابقين من حزب المحافظين، هومي جراند شابس وبين والاس وجافين ويليامسون وبيني موردانت ويليام فوكس، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال صراحة إن الغرب سيكون في قتال مباشر مع موسكو إذا سمح لكييف باستخدام الأسلحة البعيدة المدى.